بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. إن شاء الله بحول الله نواصل التفسير بإذن الله تعالى في بعض آيات سورة الحشر الكواليسي. ننطلق الآن من الآية 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. الآية أخرى تحويلا. صدق الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر فابتلى فيبلغ يؤدي الأمانة كاملة. الأنبياء لا عليهم السلام لا رأيهم في أمر الله. أتى أمر الله لنفذوا كل ما طلب منه. فحيث لا أحد يجب أن يبقى خاصة لقبوا به أعداء الإسلام والمستشرقين خاصة واتبعهم أسوأ الناس من عرب وعجم. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي جاب القرآن ولذا لابد أن نجد لمسة بشرية في القرآن. هذا لا يجوز أبدا. لن تجد رائحة هذا. كلام الله سبحانه وتعالى محكم ولا يقبل نسيان ولا يقبل تناقض ولا يقبل زيادة ولا نقصان ولا تجد له زيادة في حرف أو في آية أو في كلمة مبتعدة. كلام الله هذا إذا كان بنو إسرائيل والنصارى من بعدهم من دأبوا على تحريف كلام الله لغاية في أنفسهم المريضة فعجزوا عن إصابة القرآن بما يشبه ما قاموا به في السابق من إجرام لتغيير كلام الله يخرجونه من سياق من مواضعه ويعطونه من تأويلات لا قيمة للعقل أن يقبلها ولا قيمة لا ذوقية أو أدبية. بحيث ربنا سبحانه وتعالى حين يقول أمرت الرسول عليه السلام أو بلغته أو كذا أراه إحنا قابلين لأمر ثابت. وربي سبحانه وتعالى لم يجعل لحظة جاء القرآن وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقبل يقع إصابة للمقدس في أدنى مستوى من الإصابة أو في أي جزء وإن قل ذلك الجزء من الرسالة. بحيث تم الدين وربي راضيه لنا واللي مش نلقاه أمر به النبي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واختم باش يبلغونا احنا نتمم أوامر الله بنية حسنة وبحماسة بالغة وهكذا نغير أعداء الله. قل موتوا بغيظكم خاصة المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم أعداؤه هم في الإغاظة بالليل والنهار هم مسخوطون والعياذ بالله كل يوم ويراوا الكون المسلم ما زالوا موجودين يقولوا كيف احنا تمنينا قبل ما ننام نوم الخنازير قبل ما ننام تمنينا باش نقوموا ما نقامش نقوموا ونلقى شكون يقتلهم أو أي شيء تغلطوك شكل. على كل حال إذا كان إحنا مازلنا موجودين في يقظة الساعة في جهاد وإحنا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به ما آتاكم من ربكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إحنا هذا ديننا وهذا عزمنا وهذه حالنا وهذا ديدننا وعادتنا لم ننحرف عنها ولو مقدار نانو ثانية أبدا. لهذا أعلمكم كما تحبونكم بل حلمكم يزيد لنا في
تعذيبكم، لأنه لن يتحقق بحول الله تعالى. وربك سأريك صعودا أي أمثالكم، أراه كل مزيد لحظة إلا وجدت اللعنة تكبر بهم، ومرض يزيد ولي عضال أكثر ولي غير محتمل، بحيث إذا كان واحد قلق هو أنت، إذا كان واحد خاف هو أنت، إذا كان واحد جبان هو أنت، إذا كان واحد لا مصداقية له أبدا أبدا لا مصداقية له هو أنت. شوفوا احنا فيه وانتم فيه. العاب يا ايها النبي، شوف احلى الخطاب، رب الكريم مع نبي صفي. يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شوف احنا بالعالم نتحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام في الايام هذه، تعلمون احنا ما نموش ياسر بالمولي، لكن بما ان الناس اليوم اثرت فيها حضارات التيارات فاسده، ولو مسلمين ولا يقتدوا منهم ضلالات، احنا كل لحظه نذكر نبيكم بما ذكره ربنا سبحانه وتعالى. لا نجعل ولا يوم مرتبط بميلاد، انا مش من النوع هذا خسيس اللي لا يفهم اللي يوقف غائب او اسفل الاذواق، لا، احنا مع النبي عليه الصلاه والسلام لحظه بلحظه، كان وجودنا مع الله وبين يدي الله على صله بنبي الله عليه الصلاه والسلام كقائد كاسوه حسنه. عايز اللي قاعدين اليوم يحتفلوا بقدوم 12 ربيع الانور، هو احتفال لا اصل له في الدين، لكن اذا كان يعاد تجذب بعض الناس باش يفكروا اليوم هناك نبي عليه الصلاه والسلام ختم الله به الانبياء والمرسلين عليهم التسليم، فلا باس بذلك في حد التذكير ان فما نبي عليه الصلاه والسلام نحتفل بميلاده. اما بالحقيقه اصلا لا نتبع غير نبينا عليه الصلاه والسلام، ثم من نتبع؟ نتبع المغضوب عليهم والضالين؟ ماذا دهانا؟ ماذا اصابنا؟ أفيقوا يا ناس من وحدتكم، الغفلة هذه قد تكلمكم الكثير في الدنيا والآخرة، إذا كان اليوم لا يستجاب لكم لأنكم تقولون ما لا تفعلون، ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ومن المعروف أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بدون كلل ولا ملل، ومن تنهى عن المنكر أن لا تجعل الناس ينصونك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من المنكرات العظام هو أن يقل اهتمامنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لابد أن نوقره، لابد أن يكون عزيزا في قلوبنا، هو أعز الخلق على الله، لذلك نكون نحبه كما نحب أنفسنا، هكذا جاء الدين بهذه الحقيقة، وإذا كان يكون الله ورسوله أحب إلينا مما من أنفسنا ومما سواهما فلا خير في ديننا، ونراجع أنفسنا ونعلم أن الدين ليس كما تهوى أنفسنا، ونحن نعلم أن من اتبع هواه فقط فلا هيئة لما هواه إن صح التعبير، يهوى في نار جهنم لأنه خلال طريق الانحراف وطريق النفاق وطريق التبرؤ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعلم أن الدين هو جد ليس بهازل، والقلة هي الصائبة، وإذا كان اليوم الغرب والشرق حبوا يأثروا بنا، اليوم عندهم قوة وسلطان وعندهم جاه وعندهم علم وعندهم أموال، أعلموا أنه هو من الدنيا فقط ولا تسألوا جناح بعوضة، ثم رب يقول لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، ولهذا الطيبات ما يراه كمان وعلى حساب الفقراء بالعالم وعلى حساب الغافلين اللي تنتهك حرمات أنفسهم كأفراد وجماعات ودول، وإن صح التعبير لا ليس هناك دولة لحد الآن ما لم تقم دولة الإسلام ولا دولة، الكل اللي قاعدين يقودوا هم أبغض الناس إلى الله، وهم ملا حتى يموتوا من ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وربما يستعمل حيلة لكي لا يمس أرواحهم بالمباشر، لأن أرواحهم غير طاهرة نجسة تمام النجاسة، بعيد اللي تراو فيهم من يوم السنوجول ويفرشوا لهم البساط الأحمر فهو علامة أنه ماشي في طريق الحمراء والعياذ بالله التي تقول هل من مزيد،
جهنم الحمراء والعياذ بالله، جهنم الحمراء. وانا كنت وقت الانتخابات عن يعني في اواخر الثمانينات كنت اتنقل في ولايه نابل من مركز خاصه في نابل خاصه من مركز الى مركز انتخابي وارمي قنابل من الحق حتى برشا ناس دار. علاش؟ ونقول اليوم الصوت حمراء الورقة حمراء ستكون جهنم الحمراء نصيبه، فيغمى على النساء خاصة. وأعدائنا كانوا يتربصوا بيا باش يحبوا يفتكوا بيا في اليوم هذاك، لكن أراد الله أن يمنعني منهم كما كان جرت لي العادة دائما حينما تدخل عليهم الباب فيبهتهم الله ويشلهم ويعميهم ويصمهم. وإحنا نعرف في ياسين في البداية جعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا أو سدا فغشيناهم فهم يعني حيث أن يسدوا ما يراك فيك، ما أنا أرى فيك تحارب فيه على مستوى عالم، ما أنا تحدد موقف هو من مصيره وكل موقف، ما أنا لا يصدق بي أن يكون ماشي الجنة، وطبعا يراه في جنة من الدنيا وما زال جنة من البرزخية وجنة من الأخروية والعياذ بالله. واللي يحب يمنع الباب مفتوح والحمد لله تعالى. نلخص كلامنا، يا أيها النبي قل يا زواجك شوف الرسالة وبناتك ونساء المؤمنين، شوف ثلاثة أصناف، البداية أمهات المؤمنين ثم بنات النبي عليه الصلاة والسلام ثم نساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. بعيض الستر مطلوب أن المرأة تحرس عفافها وسمعتها وأمنها من جميع ما، لابد أن تلتحف، لابد أن لا تبدي زينتها، ثم طرق شتى. أما البرقع فهو بالنسبة للجميلات، هذا للنساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. أما نساء المؤمنين لهن بلا حلول، أما يتبعوا أمهات المؤمنين وهو خير وهذا أضمن لهم ولا يمنعهن من سعي في البلاد و أخذ العلم وإعطاء العلم، وهذا ما أخذ أمهات المؤمنين، هم في الصدر عليهن السلام، الصدارة في التعليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير خاصة لأمنا عائشة عليه السلام من هذه الحميرات، نصر دينكم ولا أكرم نصر دينكم تأخذون من هذه الحميرات. يعني بس تشوف أن النساء يستحيل وإن من كانوا من عاملين السنة في اللباس ما يمنعهمش باش ينشروا العلم، العلم النافع أقصد، لا علم التراث وعلم الأكاذيب وعلم التجميل القبيح ونحل ما حرم الله والعكس، لا، العلم الصحيح واللي يعلمنا من هو الله وكيف نفقه أسماء الحسنى وكيف نقدر حق قدره وكيف نستحي منه وكيف نخشاه وكيف نرجو مغفرته ونخشى عذابه. هذه العلوم الأولى، ثم تأتي العلوم الأخرى التابعة من علوم الدنيا ما لا من جميع ما علوم إنسانية والعلوم الصحيحة كالرياضيات وأقل من الصحيحة كالحجاز الفيزياء والكيمياء والمجال. على كل حال يا أيها النبي قل يا زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، يعني لابد أن المرأة تحاول تلبس لباس ما يكونش لا شفاف ولا يعطي قالب دنا حركة الدنا ولا يغدر ولا حاجة، هذا ما ذماش، لا فما الورك دار ولا فما الركبة دار ولا فما الكعب دار، فما أقصى ما يمكن الدين كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والوجه فقط، ولا يجوز حتى باش توعي ما تخفيه من خلاخر وكذا، لا، تضرب ساقة تركز على الأرض باش يرن الرن الزين هذيك على الدنيا وهو ماشي طالع الأرض، هذا لا يجوز، ليعلم ما يخفينا من شأن الزينتين. يا ربي إذا كان أعطاك زينة فاش تحافظ عليها تكون كني بعد، لا يجوز أحد أن تروح له بأي شيء من هذه الزينة، وإلا كاسيات عاريات مائلات مميلات، وهو مرة تظهر ومرة تخفي، بس تزيد تلهب باش على الرجل المعروف أن يكون هو يتمتع بالنظر أكثر من المرأة، لأن المرأة استعراضية إكزبيسيونيست
والرجل بارز يتمتع بالبصر، لذلك عليك ربنا قدمنا بغض البصر، لأن الأولى لك والثانية عليك لأن يعرف شمالها، والناس تعرف الناس كل تعرف أشمال البصر والمحبة الرجال يقول بالروح. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال على النساء أن المناء يخليه المخ الراجل ما عادش عاقل ما عادش ما عادش فاعل يتعطل، لأنه غريزة الجنس لها سلطان العظيم. ولهذا المرأة ليس لها حق أن تبدي زينتها أبدا، والله قاعدين يقولوا احنا مسلمين يكذبوا علينا ويكذبوك على روح، خليه يقول له يحب قولوا يتحب، لكن اعلموا ان شيطانكم شارف وينويكم الشر الكبير. حطي بالك اذا كان ضحكت شويه ستبكي كثيرا ودموعك مغروثه بالدم والعياذ بالله. وترى انا كطبيبه عالم عن النساء كثير من الاشياء، هو ناقصات العقل درب كلها وصف كلها وكل نجم كذا كذا بل يتم قد عقلها، وبالوقت تولي تستح وبالوقت تولي تزغرد وتولي تغني يعني ولا شرب شوية خمر لا توجد، يعني تولي هي في الإغراء الكامل لأن بقية العقل سلب منها، وفي أمريكا الفاحشة خدامة واحنا نعلم كم مرة ضربها السداء من جراء كأس خمر على منجرى الخلطة والخلوة وكذا، هذا كان بلا حساب، وخاصة عند مصر وتونس والعياذ بالله، يعني عندهم ماضي مدى كبير جدا، مدى خبيث، مدى سيء السمعة وسيء الرائحة، كان شيء كبير. ولهذا العالم النساء خاصة من مصر وتونس لازم يعرفوا ان يكونوا مهمش مش من بعيد، لأن ربي مش بيرفض حتى حد. واللي ما يدعي الاسلام ويصفه المؤمنين الخالصين اخوانا في مصر ان شاء الله رحمه من الله تنزل تخرجهم من البؤس اللي ما فيه، وقلنا لابد ان يصحوا مفهوم الدين والجهاد لابد من ذلك، ولا مفر مما هو ما هو فريضه، الجهاد فريضه، واللي عطى الفريضه هذه فهو قد زاد ولذلك يتحمل مسؤوليه زي غير. على كل حال حنا ما نوصلوش كثيرا، النساء التوانسه يعتبروا روحهم ما دام هي في العريض معناها الاموال جايتها بالحرام، سواء كان عن طريق فرجها ولا عن طريق سرقاتها ولا سرقات عشاقها، هذا يقول لك حطوا ايدكم وش تجدون وافراحكم هي لحظه قليله، ممكن تبداوا تبينوا كلكم انتم تجبدوا الخوخي من فيكم وتلاقوا الخوخي من فيكم تحتفيوا بزواركم وبعدين بداتكم ينافسوا فيكم هذا كلكم مسجدون ستدفعون الثمن، واليوم تنفقون ستندمون عليه لأنه يعني خرج من يديكم خرج. واليوم أنت اليوم من المسلمين كنت أصبحت اللي خلال الشياطين ما تجلس على روحك وقتاش تتصبر وقتاش كل عريان تماما والناس كلها بتنعتك بماضيك كلب السابق القطعي كلام الريسكي كلام الكل قاعد يتقال يحضروكم وغير حضوركم، حيث ان مازال في ذره من كرامه يراجع حساباته ويطلب من الله المغفره من الله، يفرح بعبدك ما يفرح لك، وخاصه النساء اليوم عارين على الصافي حطوا بالكم لو دمك يمشي تتمتع به اليوم وتجد فيه الزبائن اللي هما من اسقط الزبائن، وهم كان ليش ترى في سرطان سواء كان في الجلد سواء كان في المهبل سواء كان في تحت تنسوا تعرف المخ بتاعك شيء يتصوت عليك المخ اللي انت ما مشيتش اعتبرته كنعمه تخليه يوجه الوجه الحسنه معقل يرشدك، انت عطلت وشتلت فليفرحوا قليلا وليفرحوا كثيرا. ولهذا احنا براء منكم قولوا يا روحكم مش ما تحبوا انتم مسلمين خير منها، يعني دعي ما شئت قول ما شئت وقدر ما شئت وانت شنو هي صناعتك؟ صناعتك التمثيل والكذب والتضليل، شنو اللي عندك؟ انتونا من لسانك ومن اسفلك، شنو اللي عندك؟ الا من رحم ربنا. ولهذا نعاود الايه الكريمه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. هذه بشرى لنا هكذا نتميز بناتنا واخواتنا ونسائنا
والكل من له صلة بنا في الإيمان هم بلا معروفين تماما. وهل يخفى القمر؟ ومعروفين عند الله قبل ما يكون معروفين عند الناس وعند الجن وعند الملائكة الكرام. هذا شرف لنا والحمد لله. إن شاء الله نسأل الله أن يكون هؤلاء النسوة وهؤلاء البنات يكونوا من الصادقات، باش بنات يكونوا معانا إن شاء الله مذكورين عند الملأ الأعلى وراي عنهم عنهن الرحمن إن شاء الله تعالى، ويكونوا من المأجورات في الدنيا والآخرة. والسلام على المتبع والهدى.